السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى خوتي العزاز، نتمنى معنا هذا النهار في واحد الفيديو، تمتعوا معنا إن شاء الله في مدينة مراكش. أهلا وسهلا بكم، وفرجة ممتعة. شوفوا هاد الوقيته راهم عاد كيتجمعوا الجروب باش كل واحد تيدير مثلا تي سبيكتاكل ديالو اللي كيديروا هناكم بحال دائما. وانا راني كنصور من السطح، كان باقي الحال سخون، كنا جلسنا فواحد المقهى، انا بيد ما برد الحال شويه عاد هبطنا. وكاينين هنايا جميع كاع اللي بغيت تسول عليها تلقاه هنايا، فواكه، عواصير، البوبوشة اللي كيبغيها، ديكورات، الحنة اللي بغا يحني. زعما بصراحة هذا راه باقي فيا شوية خاوي، راني كنصور من السطح وكان الريح خوتي العزاز تسمحوا لي على التصوير هذا، الريح بزاف كان، داكشي باش يدي كتزعزع عليا بزاف، يعني تصوير المرة كتزعزع عليا الصورة. وهانتوما معايا الصورة غانية عن التعريف، بارك الله فيكم وشكرا. احنا مازالنا معاكم مرحبا بكم. هاد البلاصه هنا فين كيبيعوا البوبوشه، ملي كملنا هبطنا حتى حنا خدينا البوبوشه، كنا لقينا دايرين الثمن مع لقينو في ثمن مختلف على الثمن اللي قالوا لنا خلصوا. بصراحه كنشوفوا برا ني تاهما راه كيديروا لنا بحال تواركه، يديروا لك العامره في الخاويه. بصح كنتمنى الله سبحانه وتعالى باش يبدلوا هاد زعما هاد التصرف اللي كيتصرفوا مع الناس، واحد يدي كل حاجه تاع حلال طيبه. حنا جينا ناخذوا البوكوشه ناكلوها معاهم بواحد الثمن، وشفنا معلقات الثمن ديالها بشحال اللي كلينا وسالينا وجينا نخلصوه، ضبل علينا الثمن 4 ديال المرات، اللي ضبل علينا الثمن خاصنا 4 ديال المرات. ولكن مسامح كريم، ما كاين حتى مشكل، غير زعما انسان الحلال الحلال الحاجه الرزق بالحلال حلو الله سبحانه وتعالى. هذا المنبر كنتمنى ان شاء الله اخواننا المغاربه زعما يديروا بعين الاعتبار في هذا الشيء، يديروا الثمن اللي مناسبهم في الاول بلا ما يكذبوش على الثمن. كما
كما تنقولوا حلال الله البيع وحرم الربا. هذاك الشيء كيتسماه الربا، واحد يدخلوا لجيبو ما عمرو ما يربح. العام اللي جا القهوه هو ما تيزيدو حتى لا زادو، الله يستر ما الله يجينا من الربا وصافي. الحاجه يدير الثمن ديالها مناسب، الانسان راه كيشوف بعينو. وحنا راه الناس اللي كيجيو برانيين وهذا راه تيجيو باش يساعدوا بلادهم وتيساعدوا. ما كنخرجوا نشوفوا بلادنا ونفتخر بها الا راه حنا كنكونوا عندنا يعني داك الشيء قسم الله باش كنساعدوا اي واحد كنحتاج ولا ولو غير ابتسامه راه حتى هي صدقه على بعضياتنا. وهذا اللي بغيت نقول لكم خوتي العزاز على التعليق ديالنا فاللي مشيت لمراكش. وانتم كتشوفوا الاخ حتى هو كيدير لنا سبيكتاكل، وانتم كتشوفوا الحركات ديالنا وراه كلشي عارفه الا الناس اللي ماشي مغاربه ما عارفينش هادشي بزاف. ايوا سيدي مرحبا بكم، وانتم معنا في مدينه مراكش، حنا في جامع الفضاء. بعد عاوتاني ان شاء الله غادي نمشيو نمشيو ان شاء الله المنارات تيديرو فيها دويرة. وهانتوما معانا خوتي، نتمنى هاد الفيديو يعجبكم ويكون خفيف طريف عليكم. كما كتشوفوا هنايا انا والعميمه الله يطول عمرها اللي درت انا وياها الكسكسو في طنجه. درت لنا ديك القصعه ديال الكسكسو في طنجه باللحم ديال الراس، راهي عندي في القناه الثانيه اللي بغى يدخل يشوفها. وهانتوما معانا يلا صوري البوشه بعدا. كيبغيو البوشة يسمح لنا، واللي كيبغيها مرحبا به. يلا اهلا بكم وسهلا معنا في مراكش، مرحبا بكم. حاش الليل ماشي بحال النهار. عندي واحد هو الموتور مورا. Thank you.
منظر رائع في اللي الخواتاتي وخوتي لزاز. المنظر ديال الليل عاود مختلف على المنظر ديال النهار. سبحان الله كل مدينة كتتميز بالأشكال والرونقة ديال الديكورات اللي فيها. هنا البيع والشريف الليل عاتي والناس يخرجوا يترزقوا الله مع دوك الديكورات مع المسائل اللي كتكون ديال الصناعة التقليدية. تبارك الله راه موجود الخير. وهانتوما معنا خوتي العزاز، نتمنى الفيديو يكون خفيف عزيز وغالي على قلوبكم، وديروا لي بسمة. وهاد القناة الصغيرة ديالي راه كيما اللي عارفينها الناس اللي كانوا معايا شحال هادي شحال ما خدمت عليها، وكنتمنى ان شاء الله تدعموني فيها وتطلعوا لي فيها لي زابوني والاعجاب وكتبوا لي شي تعليق زوينة ان شاء الله بحول الله. وشكرا. عملاق عملاق، السلام عليكم عملاق، لاباس؟ مزيان؟ الحمد لله. هذه الصلاة على الرسول، صلاة على النبي. اللهم زيد وبارك. تيسر لنا يا ربي واش رزيق في هذه القناة هذه. صافي الطاكسيات نشوفو ليه ولا هنا؟ ليه؟ شكت معكم هذه الاغنيه ديال جلاله المرحوم الحسن الثاني، الذكرى اللي كنا عشنا معاهم في هاد الاغاني ديال زمان. والله يرحمه ويوسع عليه يرحم جميع المسلمين اجمعين، طول عمر محمد السادس ويخلي لنا تاج فوق راسنا هو ولي العهد والاسره العلويه كامله. وشكرا خوتي العزاز من هذا المنبر، والى فيديو اخر ان شاء الله.